تقريبا كده كل الفنانين والفنانات عندهم هوس عمليات التجميل، وده اللي احنا بنشوفه مؤخرا. لكن صدمتنا النهارده في الفنانه نوال الكويتيه اللي كلنا متعودين على شكلها الطبيعي وجمالها الهادي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان فيديوهاتنا توصل لكم باستمرار. صدرت الفنانه نوال الكويتيه ترند على محركات البحث في الساعات القليله الماضيه، وده بعد اجراء عمليه التجميل اللي اثرت على شكلها وغيرت ملامحها. واثارت نوال الكويتيه جدلا كبيرا بين المتابعين بعد ظهورها الاخير. ظهرت المطربة نوال الكويتية وكأنها صغرت اكتر من 20 سنة، وده بعد خضوعها لعملية التجميل، وظهرت بالصورة برفقة احد اطباء التجميل ولكن بملامح متغيرة تماما، ولكنها تعرضت للانتقادات بعد التغيير الجذري اللي حصل لها، وكمان في اللي دعمها وقال ان هي كده اجمل. نوال الكويتية في الفترة الاخيرة تعرضت لازمة صحية وابتعدت عن الساحة الفنية فترة، وصرحت وقالت ما كان فيها شيء معين ولكن من شيء لشيء، وبالفعل كنت تعبانة وما فيني طاقة اقوم من السرير. عاوزين نسمع رايكم في التعليقات عن تغيير ملامح الفنانه نوال الكويتيه وقد ايه شكلها فعلا صغرت اكتر من 20 سنه. شاركونا رايكم في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان فيديوهاتنا توصل لكم باستمرار.